تفتكر إستر إحنا هنقدر نوفي بالتزاماتنا تجاه الأفواج دي؟ أنت تعبت ديفيد؟ أنت شايفة إيه؟ يعني كل شغل في الدنيا بيمر بظروف صعبة. مش كفاية، مش كفاية إنك بتاخدي نص مرتبك؟ أنا راضية. بس أنا مش راضي. لما أحوال الشركة تتحسن أبقى عوضي. ده كتير كتير قوي يا إستر. بس أنا عايزك تثقي من حاجة واحدة بس، هي إن عمري ما هنسى اللي أنت عملتي معايا ده أبدا. ومهما حصل إستر، مهما حصل، تأكدي إنك هتفضلي دايما في قلبي. نينو جبارك جادوسكي، تقدر تروح دلوقتي، تعال في ميعادك بعد الظهر. ميرسي جبارك. الو، انت كنت نايمه؟ ايه اللي فكرك بيا؟ اتغديتي؟ انا لسه راجعه حالا من رحله تعبانه. يعني بلاش اجي. في حاجه مضايقاكي استر؟ لا، انما مالك استر؟ محتاجه اتكلم مع حد. مونيكا. الو مونيكا، انت معايا؟ اوكي استر تعالي. هو انت كل جوزك ما يسيبك وحبيبك يتخانق معاكي ما تلاقيش غيري استر؟ وايه المطلوب مني يا دون؟ سامحون، اظن من حقي اني اطلب الاتوبيسين اللي كانوا من نصيب اورلو ظروف بسعر خاص. انت قلت لي ان في 4 افواج مش كده؟ بالظبط، وكل فوج 250 سائح. يعني انت هتحتاج على الاقل 4 اتوبيسات لكل فوج. تمام، يعني انت هتحتاج لأتوبيسات تانية غير أتوبيسات أورلو. انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ عاوز اسألك ليه الأتوبيسين بتوع أورلو بالذات؟ يعني أورلو ظروف كان شريكي في يوم من الأيام. عيبك أدون سامحون انك بتتعامل مع السوق بأسلوب الفرسان. أشكرك، أشكرك جدا. إنما أورلو انسحب من الشركة بأسلوب يعني أورلو تصرف بشكل طبيعي وده لحماية مصالحه. ايوه بس اتخلى عنك في وقت صعب، حاجة مش جديدة عليه. ثم ان ظروفك المالية، ما علشان كده انا بطالب بسعر خاص. وهو اللي انسحب باسلوب أورلو ممكن يعمل تنازل. انت عاوز تقول ايه بالظبط ادون ازرع؟ انا المحامي بتاعك. انت لسه فاكر؟ ولازم ادور على مصلحتك. مصلحتي؟ عشان يبقى لي عين اطلب نسبتي. ما تخش في الموضوع. لو ان أورلو اخد خبر حكايه الافواج اللي جايه، واكيد زمانه خد خبر. ايه، انا قلت حاجه غلط؟ لا ابدا، كمل ادون ازرع كمل. لو ان أورلو عرف ان احنا هنتعامل مع شركه اتوبيسات تانيه، هو اللي هيجري ورانا، وبالشكل ده احنا اللي هنفرض عليه شروطنا ونحدد السعر اللي هيعجبنا، ولا ايه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده يا نينو يا ابن اخويا متشولح؟ ايوه، برقيتين، واحده من فرنسا والتانيه من ايطاليا. 4 افواج كل فوق 250. انت قريت البرقيات دي نينو؟ لا انا سمعتهم من ورا الباب. مش انت بتقول ما بتسمعش لما بيبقى الباب مقفول؟ بس النهارده صوتهم كان عالي. كانوا بيتخانقوا؟ ايه ادول سامحون كان عصبي. واستر كانت فرحانه في الاول. وهو كان عصبي ليه؟ ماتش. وخرجوا سوا. هو خرج الاول. وهي قالت لي روح انت دلوقتي وتعالى في ميعادك بعد الظهر. 4 افواج 4 افواج الفوق 250 والعمل سيبال. نينو ابقى سلمي على ماما. حاضر. ديفيد ده ديفيد ده ديفيد. ايه استنى. نعم. هتقول له ايه؟
هقوله؟ مش انا اللي هقوله، ده هو اللي هيترجاني عشان الاتوبيسات بتاعتي. الو، يعني انت ترتكب الجرائم وانا يبقى شغلتي اني ادافع عنك؟ جرائم؟ جرائم ايه يا ادون عزرا؟ ده في السامحون كان عندي ولسه نازل. هو كان عندك بيعمل ايه؟ استنى، انت لسه المحامي بتاعه؟ ده كان عاوزنا اتفق له مع شركة اتوبيسات. شوف يا حبيبي، انا الاتوبيسات بتاعتي. على مهلك شوية قوله. ده عاوز يتعامل مع اي شركة اتوبيسات في تل ابيب فيما عدا الاتوبيسات بتاعتك انت بالذات. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده شرطه الوحيد، اي اتوبيسات في تل ابيب الا اتوبيساتك انت. الا اتوبيساتي انا؟ على عموم الكلام في التليفون مش هينفع، انا منتظرك الساعة 7. في ايه اورلو؟ ديفيد عايز ينتقم مني. سيبال ليه؟ ايه حصل؟ عايز يتفق مع اي شركة اتوبيسات في تل ابيب الا اتوبيساتي انا. ما تصدقش. ما صدقش ازاي اذا العزرع قايل بنفسه؟ عاوز يلعب زي عوايده عشان يزود نسبته. البرقيتين دول وصلوا النهارده الصبح وانا مش طالب كتير. انا كل اللي طالبه مبلغ اجهز بنفسي لغايه ما ارجع من اوروبا. انت عارف ان احنا دايما تحت امرك ادون سامحون. اشكرك سياده المدير، ارجو انك تفتح لي اعتماد. بس انت عارف حسابات ماجي تورز. ما تفكرنيش بحسابات ماجي تورز اللي انا عارفها كويس جدا. واذا كان عندكم هنا في البنك اي عقبات انا ممكن اتعامل مع اي بنك تاني. ادون سامحون، انت عصبي ليه النهارده؟ طبعا عصبي. انت عارف سوق السياحه مصر شكله ايه، وعارف قد ايه انا ببذل مجهود عشان اجيب افاق سياحيه للبلد، فما يكونش جزاتي انك تساومني. ايوه ولا لا؟ ايوه ادون سامحون. ايوه اوكي كده ممكن استمر. اتفضل. ساره تعالي من فضلك. انا شايفه ان ده امر طبيعي. امر طبيعي انه ما يفرحش لما يجي شغل بعد المده دي كلها. اكيد فرحان استر، بس قلقان. من ايه؟ انت مش بتقولي ان في مشاكل خاصه بالاتوبيسات؟ ده ما يخليهوش يقلق. يبقى اكيد في حاجه تخليه يقلق. اكيد في حاجه. مالك استر؟ ديفيد تعب مونيكا. مين ما تعبش في اسرائيل طول السنين دي؟ ديفيد مختلف. انت مش عايزه تبطلي الرومانسيه بتاعتك دي؟ صدقيني مونيكا دي مش رومانسيه. انت خايفه من حاجه؟ ايوه. ايه هي؟ انا اصلي في لحظه حسيت بحاجه وحشه قوي. حاجه زي ايه؟ ديفيد لو سافر المره دي مش هيرجع اسرائيل تاني. ليه بتقولي كده؟ ماجي سامحون تاني؟ ديفيد لسه بيحبها. انت مجنونه. طب قولي لي ليه بيتعب كل ما يكون مسافر باريس؟ من غير عصبيه يا اسر، لازم تفهم ان شارل سامحون الكبير بيساعده من يوم ما جه اسرائيل، ولان ديفيد زي ما انت مفهماني عنه مش من النوع اللي بينبسط من حاجه زي دي. فمهما كان حب ماجي ليه، اللي بيحصل ده بيقلل من قيمته قدامها. عشان كده لازم يتعب. انا لو مكانك افكر بالشكل ده. كل شيء بالعقل. برقية مارسيل مورياك واضحة مفهومة. المقابلة يوم 12 في جنوة، وعلشان تتأكد آدي مفتاح الشفرة. يوم 12 في جنوة. المقابلة هتتم بواسطة التعارف. ليها جرافات اياها. يعني
يعني لسه هقابل واحد ما اعرفوش وما قابلتوش ولا عرفنيش، يعني عتاب لوم خناق وجع قلب، كل ده مفهوم، كل ده مفهوم. لكن اللي مش مفهوم شركة زي إدراتيكا تبعت لي برقية من فرعها في جنوة في نفس الوقت، صدفة؟ مش للدرجة دي. هم اللي عاملينها في مصر؟ ما كمل أول. طب أنا هتعب نفسي ليه؟ أنا خلاص أخدت القرار وخلصنا، خلصنا. أنا أول ما أقابل الراجل بتاع الجرافاتة ده أقول له شوف يا سعادة البيه، شوف يا سعادة البيه، أنا يوم ما طلعت بالمهمة دي محسن بيه قال لي يوم ما تحب ترجع مصر يا رأفت هترجع زيك زي أي مواطن شريف، وأنا عاوز أرجع مصر. أنا تعبت أنا بقالي 3 سنين وشوية في إسرائيل، كل ما غمض عيني أشوف حبل المشنقة فوق راسي. نعم؟ لا لا يا بيه، لا أنا المرة دي أصلي خدتها من قصرها وما جبتش معلومات معايا أفندم؟ لا ما هو طول بالك، طول بالك عليا شوية يا سعادة بيه، طول بالك لو سمحت. أنا أصلي أساساً ما انفعش في الشغلانة دي. أيوة أنا عاوز أرجع مصر، ده آخر كلام عندي. أفندم أنا عاوز أقابل الدكتور بسيوني. اسم سيادتك؟ عزيز الجبالي. تفضل يا فندم. شكراً. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم يا فندم. سيادتك هتلاقي سلم يوصلك للبدروم، وهناك هتلاقي الدكتور في انتظارك. شكرا يا فندم. تفضل يا فندم. من هنا؟ تفضل. ادخل. مساء الخير يا دكتور بسيوني. اهلا يا سيد عزيز، تفضل هنا. شكرا. نعم، قالوا لي انك عايزني في امر مهم. مهم جدا يا دكتور. قول لي انت بتشرب الشاي مغلي ولا كشري؟ سيادتك بتشربه ايه؟ انا ما بشربش شاي، انا بشرب قهوه. طيب يا فندم يبقى كشري سكر خفيف. ما تقعد يا سيد عزيز، واقف ليه؟ متشكر يا دكتور. لا مؤاخذه يا سيد عزيز، بيقولوا الشطره تغزل برجل حمار، واديك شايف شطرتنا. ما كانش ممكن يستنوا لحد ما يجهزوا لنا معمل. ايه اللي بيحصل ده؟ الله يكون في عونكم. انا سمعت عنك كتير يا دكتور. خير ان شاء الله. انا محتاج حبر سري يكون. ما احنا لسه بعتد لكم حبر جديد ما فيش اسبوع. الحقيقة انا كنت عاوز اسأل، يعني اذا كان في حبر سري جديد ما يكونش استعمل قبل كده. كله مرهون بالوقت يا سيد عزيز. أصل العملية اللي احنا بصددها الحقيقة محتاجة أكبر قدر من التأمين. على عيني وعلى راسي، بس منين؟ البركة فيك يا دكتور. البركة في ربنا يا سيد عزيز، احنا لسه في أول الطريق، كلنا في الهم شرقه. شوف يا سيد، كل حاجة مرهونة بوقتها زي ما قلت لك، والحبر اللي مش هيتكشف النهاردة هيجي عليهم يوم ويكشفوه. أصل العلم مالوش كبير، وعلم ربنا أكبر وأوسع. طب يا ترى يعني قولي أنت قدامك قد إيه؟ أسبوع بالكتير. أنت وحظك، ده في تركيبة بنعمل عليها تجارب لسه، لو نجحنا في الكام يوم اللي جايين دول هديك خبر بإذن الله. وإذا ما لحقناش يبقى ما باليد حيلة، مفيش غير الحبر اللي أنا بعته. طب يا دكتور بسيوني انا كنت عاوز اسال سعادتك سؤال، ايه نسبه اكتشافه؟ المساله مش مساله نسبه، مش احنا بس اللي بنشتغل، كل العالم من حوالينا بيشتغل.
وبينتج وبيبتكر وبيقدم جديد في كل يوم وفي كل لحظة. أصل دي حرب مش زي حرب البنادق والمدافع. حرب العلوم ملهاش نهاية أبدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وزي إحنا ما بنكتشف أحبارهم، هم برضو حيجي عليهم وقت ويكتشفوا أحبارنا. وعلى هم ما يعملوا كده نكون إحنا عصرنا على حبر جديد. وهلما جرى بقى بص الصورة دي كويس، ده ميخائيل باريهودا ضابط المخابرات الإسرائيلي مش كده؟ 10 على 10. انت اتعاملت معاه؟ مرتين ثلاثة. انا سمعت انه ابن جنية. مش بس الاهم من كده، انه بقاله في روما مدة طويلة جدا، وقدر يكون في ايطاليا كلها شبكة ممتازة من العملاء. يا ترى عرفك ولا لسه؟ ولسه ما عرفنيش. انا ما عارف مصطفى عبد العظيم كويس، كان ليهم مع بعض كده كام جولة يستحق الدراسة. علشان كده انت هتوصل روما هتلاقي مصطفى في انتظارك. انت بتتكلم جد؟ اهو لو مصطفى نزل روما باريهودا هيلف حوالين نفسه، وهيحس ان في حاجه اكيد هتحصل، يتلاقي هو في مصطفى ويسيبنا احنا نشتغل على رواق. طب احنا لازم نعمل خطه. اكيد مصطفى هيتصرف. انت هتسافر امتى؟ بكره ان شاء الله في طياره الساعه 4. عرفت حاجه عن شريف نجان؟ يظهر ان وجود رأفت بعيد عن شريف المده دي كلها دوب الجليد اللي كان بينها وبين جوزها محمد رفيق. معلوماتي بتقول ان العلاقه بينها وبين جوزها دلوقتي بقت جيده جدا، خصوصا بعد الشريفه ما خلفت. وهو برضو اكيد العشره والايام. لا لا لا، حاجه اكبر من العشره والايام. حاجه ايه؟ شريفه سمت ابنها التاني رأفت. رأفت حبيب تعالي ماما. بقى بالذمه ده اسم تسمي بيه الولد؟ فجيتو. اهلا يا استاذ طارق، قولي بقى ايه اخبار الخناقات في المدرسه النهارده؟ يعني عايزين ناكل. الاكل سخن وجاهز. خد يا رفيق رأفت اهو لغايه ما حضر الاكل. يا ريت يا ابني ما تاخدش من صاحب الاسم طبعه. رفيق. ايه ده انت زعلتي؟ هتزعل انت لو اقول لك ان رأفت وحشني قوي. لا طبعا اكيد مش هزعل، ده اخوكي مهما كان. مش عارفه ليه هفف عليا قوي من دول. يبقى اكيد هيفرجوا عنه قريب. هو خان رأفت يا ماما في السجن. طارق عاجبك كده؟ مش هي دي الحقيقه؟ مفيش فايده فيك، مفيش فايده. طب تقدري تقولي لي هو مختفي فين المده دي كلها؟ الا اذا كان واخد له كام سنه سجن. رفيق تعرفي يا شريفه ان احنا متفقين على كل حاجه في الدنيا الا مساله اخوك دي. وانت هيجي اليوم اللي تعرف فيه ان انت ظلمته انت واخواته. يا شريفه يا حبيبتي انت بتحلمي. انت اللي مفتري. انا قلبي عليك. وظالم كمان. ظالم بعد كل اللي عمله وبعد النصايب اللي جابها لاخواته وتقولي لي بعد كده انا ظالم؟ اذا كان في السجن زي انت ما بتقول كان على الاقل اتصل بينا او بعت جواب او على الاقل كان بعت يطلب قرشين. يا شريفه يا حبيبتي المساله بالعقل مش بالعواطف. وانت خليت فيا عقل. طب رأفت قبل ما يختفي قال لك ايه؟ يختفي؟ بلاش يختفي اذا كانت مزعلاكي قبل ما يسافر. قال ان هو مسافر السعوديه مع شركة امريكاني يناقب عن البترول هناك. طب والسعوديه دي فيها بوسطه ولا ما فيهاش؟ اصلهم رايحين الصحراء في اماكن بعيده. عظيم. بقاله قد ايه مسافر؟ حوالي 4 سنين. 4 سنين ما فيهمش يوم واحد اجازه؟ الغايب حجته معاه. طب والغايب ده؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان اخويا في السجن؟ خلاص يا سيدي نحمد ربنا ان هو بعيد عننا. يا شريفة مش عاوزك تزعلي مني. انا عمري ما زعلت يا رفيق غير في الحكاية دي بس. مش عارفة ايه مزاجك في كده. لاني خايف عليك. تقوم تذبحني؟ خايف عليك من الحقيقة، خايف عليك من الصدمة. صدقيني يا شريفة. رفيق انت تعرف حاجة عن رأفت؟ اطلاقا. رفيق
قولي لو كنت تعرف حاجة عن رأفت ومخبيها علي. أقسم لك بشرفي ما أعرف عنه أي حاجة. هما اللي بتقول كده بس؟ مجرد إحساس خوف عليك. وهو أنا شريفة تزعليش مني، أنا مش هفتح سيرة الموضوع ده تاني. ولو سمحت بقى حضر لنا الغدا، أنا جوعت أنا والعيال. قلت ليش في أخبار عن الحبر السري؟ لا لسه دكتور بسيوني لسه ما اتصلش. طب ما تتصل أنت بيه. أنا بقول أسيبه على راحته، إذا وصلوا الحاجة أكيد هو هيتصل، إذا ما وصلوش يبقى مفيش قدامنا غير الحبر اللي بعتوه آخر مرة. طيب في حاجة تانية عاوز تراجعها معايا؟ هو في حاجة واحدة بس. أفندم. سيد عزيز من فضلك. أهلا دكتور بسيوني. يبدو إن حظك كويس يا سيد عزيز. تحب أجي الساعة كام؟ الساعة 7 يناسبك؟ 7 بالثانية هكون عندك. حبر جديد يا قلب الأسد. لازم أتدرب عليه. أنت وراك حاجة الساعة 7؟ استنى، في حاجة لازم تخليها معاك من دلوقتي. اتفضل يا عم. كرافتة آخر شياكة. ايه وسيلة التعارف؟ زي ما انت شايف كده. مين ده اللي يلبس جرافتة ذوقها وحش بالشكل ده؟ شوف انت بقى. النوع ده ما يلبسوش غير البحارة. امال انت هتقابله في جنوة ليه؟ ديفيد يا عزيزي انت فهمتني غلط. تفتكر؟ طبعا ولا ما كنتش جيت لك عشان اوضح لك الامور. ايه طلباتك؟ انا ماليش طلبات يا ديفيد. هتاخد مني كام في الاتوبيسين؟ لا 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 لا، ما صحش تتكلم في حاجه هايفه زي دي. الاتوبيسات دي زي ما هي بتاعتي بتاعتك بالظبط. خدهم بالسعر اللي يناسبك في الظروف اللي انت فيها دي. ظروف؟ انا جاي اكلمك في حاجة اهم واكبر. اهم واكبر؟ ايوه انا جاي اكلمك في عودة الامور لمجاريها. اورلو متهالي ان احنا حسمنا الموضوع ده قبل كده. تمام، بس ده كان نتيجة سوء تفاهم حصل. اورلو انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ ديفيد انت ساعة ما رفضت تشاركني في عملية المعلبات نبهتني الخطر انا كنت هقع فيه، وعشان كده زي ما انت عارف انا صرفت نظر تماما عن الحكاية دي. بالنسبة للاتوبيسين ممكن تكلم يوسف الازرع في الموضوع ده. ليه دخل يوسف بيني وبينك؟ ما انت اللي عملت كده في الاول. غلط عدت. اوكي انا موافق. طلباتك ايه؟ انا في حدود علمي مكتبي لسه فاضي. قرلو انت عاوز ترجع الشركة بينا تاني؟ وهي الشركة كانت انفصلت عشان ترجع تاني. الشركة يا ديفيد مش ورق وعقود، الشركة مشاعر انتماء. هيا يا استر بيخور شطريت. قولي له مش فاضي. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ خير يا قرو؟ بخور شطريت ده ممكن؟ بخور شطريت ده ممكن ينفعك انت لانك لك اساليبك في العمل، انما انا يا حبيبي مش هينفعني غير شغلي وبس. بعدين لما اكون بتكلم مع شخصية مهمة زيك وبناقش موضوع مهم زي اللي احنا بنناقشه دلوقتي، اعتقد ما يبقاش عندي وقت اني اتكلم مع حد تاني. لكن انت ايه اللي زعلك فجأة كده؟ قول له
قول لي بقى على اي اساس هنرجع الشركه تاني؟ على العموم يا فندم، هو بعيد عن ترتيبات اللقاء هنا في ايطاليا سواء في روما او في جنوة، كنت عاوز اسمع منك شويه كده عن ديفيد شارلي سامحون. ومالك جاي حامي قوي كده ليه يا عزيز؟ تعرف سيادتك الوقت ضيق جدا، بس معلوماتي انك قعدت مع محسن لما كان في مصر 16 ساعه. يبقى اكيد عرفت كل شيء عن ديفيد. بس كنت عاوز اعرف رايك انت شخصيا. تعرف سيادتك العلاقه بين ديفيد شارلي سامحون وبين السيد محسن ممتاز علاقه خاصه جدا، عشان كده كنت عاوز اسمع انطباعاتك الشخصيه، ده هينور لي الطريق. انا شخصيا ما عنديش مانع، بس في موضوع مهم لازم تضعه في اعتبارك من دلوقتي. خير يا فندم. لقاءاتي بيك انت ونديم في روما هتكون في اضيق الحدود. ميخائيل باريهودا. بالظبط كده. واضح تماما ان خطتنا نجحت معاه، بدليل اني في روما هو بقالي اسبوعين. بس اللي لازم تعرفه ان رجالته وعيونه ما سابونيش ثانية من يوم ما وصلت لحد النهاردة. وقدر يعرف ميعاد وصولك يا فندم؟ احنا سربنا له الخبر. المهم اننا نشد انتباهه تماما عنك وعن نديم. اقدر اعرف اللي عملته سيادتك؟ في اتنين من عملائنا القدام قدر باريهودا يكتشفهم من مدة. احنا تجاهلنا ده تماما وما قطعناش علاقتنا بيهم، بالعكس كنت ببعتهم في عمليات وهمية علشان يتأكد ان احنا لازلنا بنستعين بيهم. وبعتهم في عمليات وهمية. بالظبط، هو ده اللي حصل بالفعل. تلاقي رجالته دلوقتي بيلهسوا وراهم في كل ايطاليا من الشمال للجنوب. وبالشكل ده اقدر انا وسيد نديم نتحرك على راحتنا، خصوصا ان فاضل كام يوم على وصول ديفيد. هو هيوصل يوم 12 ان شاء الله على طيارة العال اللي بتوصل روما الساعة 4. لكن انت ايه اللي فكرك بينا الليلة ديفيد؟ اولا لانك وحشتيني جدا. انا مش هعلق على الكلمة دي. ليه سيدينا؟ لاني بقالي كذا اسبوع بترجاك انك تيجي وانت رافض. انت عارفة انا مش ممكن ارفض دعوة ليكي سيدينا. ديفيد سامحون انا عارفك كويس وعارفة الظروف اللي انت كنت بتمر بيها، بس اللي عاوز اقوله لك ان الناس مش بتعرف بعض بس عشان احوالها الاقتصادية كويسة. ده رأيك؟ ايه معنى السؤال ده ديلي؟ لا 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 ولا حاجة اطلاقا. انا زعلتك في حاجة؟ اطلاقا. اوكي، اولا وحشتك. ده حقيقي تمام. وثانيا انا جاي عشان اودعك. تودعني؟ انا مسافر روما بكره، مش عاوزاني اجيب لك حاجه معايا من اوروبا وانا راجع؟ ايوه عاوزه. انت تؤمري سيدينا؟ عاوزك ترجع ديفيد. ما تشغليش بالك بيا. مالك سيدينا؟ ديفيد من غير لف ولا دوران انا عاوز اقول لك على حاجه. أنا عارفة كل اللي حصل لك من يوم ما جيت إسرائيل ولحد الليلة دي، وعارفة الظروف اللي أنت كنت بتمر بيها خصوصا في الشهور الأخيرة وقد إيه أنت تعبت، وعارفة الناس اللي كانوا وراك وأنت معاك فلوس وإزاي جريوا منك لما تأزمت الأمور. لكن عارفة كمان حاجة تانية. إيه هي يا سيرينا؟ وجودك في تل أبيب خلاني أحس بحاجات ما حسيتهاش قبل كده، وإن مجرد التفكير إني أفقد الإحساس ده ممكن يحول حياتي إلى جحيم. سيرينا ديفيد، إذا كان كل واحد فينا هينط من المركب ويسيبها أكيد هيخربوا بيها الدنيا. أنا عندي ضيوف لازم أهتم بيهم. أشوف وشك بخير ديفيد. لكن انت ليه مصمم انك تتعب ديفيد للدرجه دي؟ لان اللي هياخده المره دي غير اللي اخده قبل كده، واللي هيتعلمه من سيادتك هيشكل بالنسبه له الاساس العلمي اللي هتقوم عليه تجربته بعد كده. وكل ما يتعب في الوصول ليك هيبقى صعب عليه انه ينسى اللي هيتعلمه منك. تفتكر المره دي هيجي شكله ايه؟
انا لو منه هطلب رجوعي لمصر. ليه بتقول كده؟ انا قدرت في المده اللي فاتت اعرف حاجات كتير من اللي حصلت لرأفت الهجان من يوم ما ساب مصر لحد النهارده. طبيعة الحال محدش يقدر يلقي باللوم على اي طرف او اي فرد، لان الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد والظروف اللي مرت على انشاء الجهاز كانت صعبه جدا. لكن الملفت للنظر ان في تفاصيل صغيره مهمه جدا لكن للاسف محدش خد باله منها. زي ايه؟ زي علاقته بشريفه مثلا. انا ملاحظ انك مهتم قوي بالمساله دي. لان شريفه هي اهم انسان في حياه رأفت الهجان. ومع ذلك تصور سيادتك ان من يوم ما سافر لحد النهارده ما حصلش بينهم اي نوع من انواع الاتصال، وانه ما كتب لهاش طوال السنين اللي فاتت دي ولا حتى جواب واحد. وده اللي خلاك تجيب عنها وعن جوزها كل حاجه؟ طبعا مهم جدا اننا نطمنه عنهم ونقول له اخبارهم. تخيل سيادتك لو رأفت عارف ان شريفه خلفت وانها سمت الولد باسمه، ده يخليه يعمل ايه؟ طبعا حاطط الموضوع ده في اعتباري. انا عاوز سيادتك تخليه يكتب لها جواب. هتوصله لها ازاي؟ الحقيقه انا مش عارف لسه، لكن اكيد هنلاقي وسيله. طب اقول لك ايه بقى، انا جاي من السفر وتعبان وعايز انام. ومش شريفه بس. طب ما بتتعبش يا عزيز، شارل سامحون وبناته. رأفت ما يعرفش ايه اللي جرى لهم او هم فين دلوقتي. بس انت عملت عنهم شغل كويس. طبعا لو سيادتك عرفت ان رأفت كل ما كان بياخد مننا فلوس كان بيقول للناس في تل ابيب انه كان بياخدهم من شارل سامحون، تقدر تتصور مدى الرعب اللي هو كان عايش فيه لو اي حد منهم ظهر في حياته فجأة والناس عرفت انه ما كانش بياخد منهم حاجة. علشان كده انت صممت ان يبقى في افواج حقيقية من الادرياتيكا؟ لان الشركة عشان تشتغل والساتر بتاعه يبقى مؤمن مظبوط لازم يبقى في افواج، وطول ما في افواج يبقى هو بيكسب ومعاه فلوس. اكيد الرجاله في روما تعبوا قوي على ما خلصوا لك المساله دي. كل ده كويس جدا وعظيم ويبدو كانه مثالي، لكن تفضل نقطه واحده هي اهم حاجه بالنسبه لرأفت الهجان. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان سيادتك لازم تاخد مكان السيد محسن ممتاز. لازم تملى الفراغ ده. لو قدرت تعمل كده هتقدر تتغلب على كل الصعوبات اللي هتقابلك معاه، وهو هيحقق اللي ما نقدرش نحلم بيه دلوقتي. اوه انتي مش هتبطلي افكارك دي بقى؟ حاولت ما قدرتش. طب ليه؟ لاني حاسه انك مسافر ومش راجع تاني. مستر تقدر تقولي ايه اللي هيحصل لو ادون سامحون عرف بالازمات اللي انت بتمر بيها في اسرائيل وطلب منك انك تفضل جنبه في باريس؟ مين قال لك ان عاوز ميسو سامحون في حاجه؟ اذا كان في افواج فعلا يبقى بالتاكيد هقبض عربون من ادرياتيكا. ايه اللي يخليني استجدي تاني يا استر؟ مش كفايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ وهو ده يمنع انك تزوره من غير ما تاخد منه فلوس؟ مين قال لك ان عاوز اعيش في فرنسا؟ بالتاكيد الحياه هناك افضل. وبعدين ديفيد ارجع تاني من فضلك، ارجع لي تاني. ديفيد انا محتاجه لك، محتاجه لوجودك في حياتي. استنى ما ميعاد الطياره قرب والشنطه لسه ما جهزتش. ايه دي؟ ايه؟ انا مش عارفه انت ازاي اشتريت كرافات ذوقها وحش بالشكل ده. مالها؟ مش فاهمه انت ليه محتفظ بيها لحد دلوقتي. دي وحشه دي؟ جدا دي وحشه. اصل دي بقى لعلمك اول كرافات اشتريتها بعد ما خرجت من مصر، واول كرافات دخلت بيها اسرائيل. ايوه بس دي ذوقها فظيع ديفيد. دي ذوقها فظيع؟ دي ذوقها فظيع دي؟ دي اصلها كانت الموضه اللي سايده في اوروبا وقتها، ولعلمك بقى انا عمري ما لبستها.
اكيد اللي ادتها لك كانت بنت من بنات المينا في نابولي. سألت السؤال ده؟ فاكرة انك قلت لي اول ما شفت صورة رأفت في الملف حسيت ان في حاجة بتربط بينك وبين صاحب الصورة دي. ده صحيح وغريب في نفس الوقت. ليه غريب؟ لاني بعتقد فراو هجان ان العلوم الانسانية رغم التقدم العلمي الهائل اللي موجود دلوقتي لسه ما وصلتش لحقيقة الانسان نفسه، ولاني بعد 20 سنة لم نلتقي خلالها ولا مرة واحدة، لكن إحساسي الأول والتلقائي كان صحيح 100%. ومحاضرات الأستاذ صادق؟ لا دخل للعواطف في العمل، لا تقع في حب العميل. إذا كان لكل قاعدة استثناء فأنا بعترف بعد خبرة حوالي ربع قرن في المجال ده إن أنا في أحيان كتير كانت عواطفي بتتدخل في علاقتي برأفت، لكن على شرط. إيه هو؟ إن ده ما يكونش له أي تأثير على سير العمل، بمعنى إن ما يكونش له أي تأثير على أمن الوطن. أنت كده أنت حبيته؟ أنا حبيته لأنه كان راجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تحمل كتير كتير جدا في سبيل الوطن من غير ما يتذمر، وكان على استعداد للعطاء حتى للي أذوه واللي أساءوا الظن بيه وحتى بعد ما اعتزل. اليوم ده كان 12 سبتمبر 58، يوم مهم جدا في حياته وفي حياتك انت كمان. كان اليوم ده بداية جديدة لإنسان آخر ومختلف.